يا الولد موسى، يا سيدي موسى، يا عبد الله، دوك نجي يا علاش كنحل واحد تركيا راه على بالها بلي عندها رئيس زعيم، اردوغان زعيم في وقتنا هذا، بغى من جهه المسلمين زعيم من زعامه، دوك الشعب كي يعطيها للرئيس وقال لهم او جراني عاطيهاكم نظام رئاسي، راه عرف بلي كيقول اردوغان كلمه الشعب راه موراه، والشعب كيقول للرئيس نتاعه كلمه يقول له رانا معاك، ما يخلفوش معاه، ما يولوش مشاريار كما يقولوا، كلمه اي كلمه رانا معاك، زعيم قائد ويخمم في الشعب نتاعه ثاني كذلك، يضحي من اجل الشعب نتاعه، والشعب يضحي من اجل الزعيم نتاعه. شفنا قضيه الانقلاب اللي قرات قريب ما صرات، لولا الشعب كان طاح. في تركيا في قفزة نوعية في السنوات الأخيرة في الرؤية السياسية وكذلك في تعاملها مع المعطيات السياسية العالمية وكذلك مع دول الجوار التي هي موجودة بجانبها. في الحقيقة تغيير الجوانب الدستورية وجوانب الانتخابات التي جاءت في هذه الأيام حول تغيير الجوانب في البرلمان من برلماني إلى رئاسي يستدعي، وهو ما استدعى السلطات التركية، أنها ترجع إلى هذا النظام لتطبيق سياستها التي تريد من خلالها تلك القفزة النوعية في مختلف المجالات. المثل الشعبي يقول كل بلاد ورطالها، يعني كل بلد ولها لها رؤيه، الرؤيه نتاعها الخاصه وفكره التغيير من نظام الى نظام ومن من من اطار الى اطار. فيما يخص التغيير من النظام البرلماني الى النظام الاخر، تركيا ادرى باحوالها الداخليه وعلى مستوى الدوله ان كانت على صواب وان كانت على حق، وعشان بالك لو كنت تكون على حق وتكون على صواب ويكون ياتي بالجديد والمفيد في هذا 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 الشكل هذا، ممكن تتبعها دول اخرى وممكن نطلعوا بدرجه الى الاعلى ان شاء الله والى المستوى الرفيع. قلت لك عنده الاغلبيه طيب اردوغان يعني ومسلم مات بان اذا واحد اخر شيعي ما يسون كونتر ليزيسلام الاسلامي ماذا بنا يديها يعاود يديها طيب اردوغان.